شارقة الثقافة، العاصمة العالمية للكتاب. تلتقي الثقافات من حول العالم. أيام تحفر ذكراها في كل عام. تقتني منها كتباً ترافقنا في كل دورة إلى التي تليها. أهلاً بكم أصدقائي من جديد، هنا يا أطفال نتعلم ونستفيد ونتجول معكم بين بساتين الكتب وألوان الحروف. وكل يوم عندنا الكثير من الجوائز النقدية، عشان تفوزون تابعونا، ولكن بعد الفاصل. مركز التفكر من الأردن عندهم مشاركة وايد حلوة هالعام، خلونا نتعرف عليها. هيا تشالو أستاذ أسيل، حكينا عن مشاركتكم في المعرض هذا العام. أهلا وسهلا فيكم، إحنا مشاركين من الأردن مركز التفكر والناشرين لمنهاج تفكر مع أنوس. يمكن سمعتوا عنه قبل. منهاج تفكر مع أنوس هو منهاج تربوي للأطفال لبناء الشخصية وبناء الإيمان، بيغطي أعمار من 4 إلى 12 سنة. عندنا عدة مستويات، أحدث إصدار هو المستوى 5 من منهاج تفكر مع أنوس، بالإضافة لبرنامج الذكاء العاطفي وقصة أنا رائع اللي هي أول إصدار من سلسلة أنا إيجابي. طبعاً المنهاج بيركز على تقوية علاقة الطفل مع الله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء الله الحسنى والتفكر في الكون والخلق، وأيضاً على بناء تقدير الذات وتنمية التفكير الإبداعي والناقد، مساعدة الطفل على تكوين العلاقات مع الآخرين على أساس الاحترام وتقبل الاختلاف بينه وبينهم، وأيضاً مركز على موضوع الذكاء العاطفي وتحويل الأفكار السلبية لأفكار إيجابية عند الطفل. وأيضاً كمان نحكي في المستوى 5 اللي هو الإصدار الجديد، المجموعة 5، في الإقبال على التحدي والتعلم من الخطأ والتعامل مع الفشل. في هذه الورشة أصدقائي أطلق الأصدقاء مخيلتهم إلى المستقبل، وكل حد فيهم اختار مهنته المستقبلية اللي كانت في مجال علمي، لأن الورشة تحدثت عن الحاسوب وتقنية المعلومات بشكل عام. هلا إذا نحن بدنا من سلطان بدنا نعمل برمجة، بدنا السلطان هو بالك من مخيلتك؟ إن شاء الله بصير بروغرامر وأسوي ألعاب وأسوي لها بروغرام وأعطيها للشخصيات أوامر. يسعدني
استعدنا للقاء أصدقائي بالأستاذة الكاتبة نور هان، حياك الله معانا. يا مرحبا سلام أستاذة دانا، أهلا وسهلا. حدثينا عن مشاركتك في المعرض. هذا المعرض أنا أشارك بإصدارين من كتاباتي الخاصة وثلاثة كتب من ترجماتي. فأول كتاب أصدرته هو حديث بين المقاعد الشاغرة، وهو مجموعة قصصية للكبار، وثاني إصدار كان قصة للأطفال بعنوان الطائرة الورقية. والكتب المترجمة هي فني ذو الزر الواحد، البيضة الجيدة، والبذرة السيئة. نتحدث عن الإصدار الأول اللي أصدرته في أدب الطفل، وهو الطائرة الورقية. هذا كان من رسومات باولو دومينيكوني، وهو رسام إيطالي عالمي. القصة تتحدث عن الصداقة. أما الثلاثة تقبل العائلة كما هي وتقبل الذات أيضا. وصلنا معكم إلى مسابقة حلقتنا اليوم وجائزتها 500 درهم، تابعونا. السلام عليكم، نتعرف عليك. جلال، شو عجبك اليوم بالمعرض؟ فعاليات القصص. وشو قريت من قصص؟ ميمي وبيانا. انزين، بسألك سؤال، عدد لي ثلاث دول غير دورة الإمارات اللي مشاركين بالمعرض. إسبانيا، السعودية، إيطاليا. مبروك، حصلت على 500 درهم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مبروك. وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج أطفالنا والكتاب، بنشوفكم باكر في حلقة جديدة. أما أنتم يا أصدقائي الأطفال فزوروا هذا المعرض واشتروا كثير من الكتب واستمتعوا بالأجواء الترفيهية هنا. مع السلامة وإلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.